مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد خارج الميدان. خارج الميدان برنامج نزول بكم من خلاله عبر شوارع أسماء ريادية رنانة ولها بصمتها وصيتها داخل المجال الرياضي. اليوم قناة شوف تي في تحل ضيفا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الحلقة الأولى من برنامجكم الكوميدي طحف الفخ مع شوف تي في. ضحية الحلقة الأولى هو اللاعب عادل الكاروشي جناح الأيسر فريق رجاء البيضاوي. زميل أنور استضاف الكاروشي على أساس برنامج رياضي كيتم أخبار لاعبين، ولكن الحقيقة ما كاينش البرنامج. ممكن نتعرفوا عليك، يعني كيفاش يعني عادل الكروشي كيقضي المجال؟ وهنا كنصوروا برنامج ديالنا، دخلت هاد السيده على اساس انها معجبه وبغات تاخذ صوره مع الكروشي، ولكن اجيو نشوفوا رده فعل الكروشي منين جا الخطيب ديالها ودخل على الخط. صافي صافي غياب. اش كديري انت هنا؟ اش كديري هنايا؟ اش كديري انت هنا؟ تاخذ غير فوتو. اش من فوتو ولا ما فوتو؟ راه عادي، راه زوج ديال كيلعب في الراجا هذا. خويا شكون انت خويا؟ اطلق مني يا صاحبي، انا راه معايا السيده صاحبي. قدام احنا رجال هنايا، جات تعرف السيده اخويا. انا ما كنعرفهاش، غير حنا كنصوروا جات باش تخرج. انا انور انور حبس حبس انور انور حبس 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 الصوره ولا شي حاجه. الصوره حتى نساليو حتى نساليو. شوف حنا السيده غير جات، انا واقف كنصور معاه. وكاينش بينك وبينها هي اللي جايه عندك؟ ما بيني وبينها والو اصاحبي. السيده غير جات وانا جاي كنصور. شنو جاي ندير بينك وبينها؟ حنا كنصور تقول لي انا برنامج لا والو اصاحبي. ودابا انت اللي دخلت انا على المعني. واش انت معني معني بالال معني بالامر؟ علاش معني بالامر؟ انا سيري في حالاتك، سيري في حالاتك. تبلا يا صاحبي. شوف 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 دابا شنو دابا شوف شوف دابا شنو دابا المشكل؟ شنو المشكل اللي كاين دابا؟ بغيت نعرف السيده اش بينك وبينها. كيفاش شنو بيني وبينها؟ وانت فين كنتي بعدا انت؟ لا دابا انا كتبان لي السيد، انا كنت مريح معاها في القهوه. شويه ناضت قالت لي انا جاي. قالت لي انا جايه. كتبان لي السيده جايه هنايا حقا جايه لعندك ديريكت. انت علاش زعما؟ ماشي جايه عندي انا، السيد كيصور معايا جات بغات تاخذ صوره. ما كاينش مشكل، قالت لي تصور. مرحبا بك تعرفي. صافي هادشي اللي كاين. هادي شوف هذا العاب ديال الرجاء. كان ما كنعرفش شي لعاب. علاش ماشي مشكل؟ ماشي مشكل، ماشي مشكل. تاخذ مع تصور شي حاجه مشكله كثير عادي، ما عجبكش الحال هز اخويا ودي معاك الدريه. لا خو انت انت ماشي انت ما تدويش معايا. انت هذا بحال خويا. خويا تدويش معايا ما تدويش معايا. انا كنهضر مع هذا السيد هذا. شوف 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 شبينك وبين السيد. شوف 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 غير خليك حتى غير خليك بعيد وغنتحاور انا وياك. ما كاينش مشكل، نبقى انا وياك حتى الصباح. باش بدا دير لي ها ولا ها خليك بعيد الله يحفظك. خليني معاك في الفندق. هادي ما كنعرفوش انا. تقول لي خويا خويا انت ماشي معني كروشي. اخويا الكروشي اش من كروشي؟ راه خاصو كروشي. اش من هذا كروشي؟ صاحبي صاحبي انت صاحبي 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 صاحبي. ايوا هنا اللاعب ديالنا بدا كيتعصب، وغير بشويه عليك مازال القضيه مسخنات. اش اسلوب؟ اش من اسلوب؟ سيده جات تصور معايا، راه 70000 وحده كيجي تصوروا معانا كاع نضربوا معاهم. صافي جبدات دارت لينا مشاكل مع هاد السيد هادي. ولكن دابا ما فهمتش انا علاش جات تصورات معاه. قالت لي انا هادشي كيفاش كيبان انت؟ دابا انا كنت جالس ليه كتبان لي السيد. وسولها وسولها انت، ولكن انت علاش غتسولني انا هاد السؤال هذا؟ خليها حداك، ما تصورش معايا بعد الله. خليها حداك اخويا. لا قالت لي انا، تسمح لي واحد دقيقه انا جايه. شويه بانت لي جايه. وحنا ما عندناش لينا حنا خدمه. شوف اخويا شوف حنا خدامين دابا. اخويا حنا خدامين دابا. انت انا راه خدام. انت راه خدام. كيفاش خدام؟ وخدام وانا مالي؟ انا خدام خدام انا. وانت فين خدام انت؟ ما كتهضرش بواحد اسلوب حضاري. وانت فين نخدم؟ فين نخدم؟ انت راه بستلتي انت في خبارك. بستلتي انت. كيفاش بستلتي؟ بستلتي صافي سير بحالك. ما نبقاش نزيد معاك. ما تهضرش معايا. ما غنبقاش نضيع معاك في وقتي مع واحد بحالك. صافي بستلتي. دوينا معاك بزاف، دوينا معاك صافي. احترم راسك. كاين ما تهضرش معايا بهذه الطريقه الله يخليك. انا ما عنديش حد. حد يا خويا وبلا ما تحيد الميكرو الكاروشي غير برد وصافي. انا ما عنديش معاك مشكل، خليني كنهضر مع السيد. وانت
دابا قول لي شنو بغيتي، دابا قول لي شنو بغيتي، فين ما بغيتي توصل نوصل انا وياك. وانت شنو بغيتي فين بغيتي توصل؟ دابا انا بغيت نعرف انا اش بينك وبين السيد. انت غنبقى نعاود معاك فين من الاول، غنعاود معاك فين من الاول. سير سولنا هي صاحبي، اش كتسولني انا؟ انا قلت لك كنصور، جات هي بغات تطلب التصويره مني، قلت لها زيد اختي مرحبا، قالت لي واش عادل هذا؟ قلت لها هو عادل. قالت لي واش تصور معاك؟ قلت لها ما كاينش مشكل. لكن ولكن بنتي لي انا جاي طولتي معاها في الهضره. تا فيلم ميكسيكي هذا طولت معاه الهضره. هذا مش معاه الهضره، هذا بغيت نقول لك هذا السيد هذا ستار. هذا السيد شوف اخويا انا مسطر ما والو، انا مسطر ما والو. تواضع واحد شويه لك تيشا لعاب. تواضع لله، تواضع لله. كتقول لي تواضع، تواضع لله. اشنو بغيت تواضع؟ انا ما غنتسناك شي تجي تقول لي تواضع. صاحبي باغي الدار تواضع. دابا انت داير مشكل وكتجي تغوص. ما كاين مشكل، انت دير مشكل. اسمح لي باغي الدار خويا، ما كندوز انت واش انت معايا؟ الدار راه جاي عندي انا، وطلق مني وراه جاي عندي انا، راه الضيف ديالي دابا. طلق مني واش بغيتي انت؟ دابا انت دخلتي راسك في مشكل. دخلتي راسك هو صحا. انت يا مو انت تنجي تنجي وغنجي وغنتفاهم معاك. تصبير انت، صبير انت، صبير انت، صبير انت. انت مالك تغتخلعني؟ صبير انت، هو انت اللي ما كتخلعني، انت هو انت اللي ما كتخلعني. انت علاش خلي العاف، خلي العاف جي وخلي خلي خلي التيران. انت علاش كتضرب التيران وكتخلص انت؟ بقى تحترم، بقى تحترم. راه ما غنتسناش منك انت يقول لي احترم، ما غنتسناش منك. معروف عليا، معروف عليا انا الاحترام. عمرو وقعت في مشكل بحال هذا؟ انت جيتي بغيتي دير مشكل، انت كلك مشاكل. لا لا خويا شوف، تاش من مشاكل، كلك مشاكل باينه، باينه في كلك مشاكل. لا 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 كاين مشكل عندك انت. شوف 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 شوف، انت راك بسلتي دابا، فخبارك بسلتي بزاف. لا لا اسمع لي، اسمع لي، اسمع لي، اسمع لي. صح حديد، حديد، هبط يدك، هبط يدك، هبط. اسمع اسمع اسمع، تاري حكي تسمع. اسمع اسمع، المشاكل الا كان عندك حتى مشاكل، الا عندك حتى عندك مشاكل، راه ما عنديش مشاكل انا. ما تقيسنيش وهضر معايا بواحد اسلوب حضاري. شوف بلا ما شوف اسمع لي صاحبي، قلب على شوف. انا ما غنضيعش، انا ما غنضيعش. انت داير معايا مشكل، غتزيد غنزيدو نكبروا المشكل الا بغيتي. نوصلوا معاك فين ما بغيتي. انت انا ما نوصلش معاك، انا ما نوصلش معاك. انا ماشي ديال هادشي اللي كنتي انت ديال داكشي، انا ماشي ديالو. وباين انت من الاسلوب كيفاش. ولكن انت ديال هذاك، انت كنتي ديال المشاكل، انا ماشي ديال المشاكل اخويا. دابا انت شنو جاب هذه الجيب ديال تصور عليا؟ ما كتحتار، دابا غادي تصور عليا. اجي عادي دابا هاد السيد، تعرف هاد السيد راه معانا، والبنت هذيك راه معانا، وهذا مقلب للاعب خارج الميدان. شحفنا شحفنا، قلت لك قبيله صحفتي لا صحفتي جاي نستناني. في مقلب لاعب خارج الميدان سقط معنا اليوم يعني في الكاميرا لاعب الرجاوي ولاعب دولي عادل كروشي. عادل كروشي شنو هو الاحساس ديالك وانت كتسقط يعني في هذا المقلب هذا؟ وشنو كان الاحساس ديالك يعني وكيفاش يعني لاحظتي هذا المشهد؟ اش نقول لك، ديما كنتهرب، ديما كنتهرب، ولكن اليوم طحت في الزنقه ما كتخرجش. اش نقول لك صراحه، كما قلت لك ديما كنتهرب، اليوم طحت في فاك. كنت كنتفرج دابا ولا تفرجوا فيا ماشي مشكل، مره واحده ماشي مشكل يعني. عواشر مبروكه ورمضان ان شاء الله يدخلوا عليهم بالصحه والسلامه والعافيه وكل ما نتمنوا ان شاء الله.